بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ثلاث رسائل عظيمة جدا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها إن ربنا بيرضاها لنا، بيرضى لنا ثلاث حاجات. يلا نشوف ربنا بيرضى لنا إيه، كما أخبرنا بذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ربنا بيرضى ليكم ثلاثة: الأول أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الثاني وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والثالث وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاث أمور ربنا بيحبها ويرضاها لنا. خلي بالك فيه فرق ما بين رضي لي ورضي عن. لما يقول لك رضي الله عنهم دي منزلة فيها تكريم، إنما رضي لي أيضا منزلة لكن فيها تكليف، يبقى رضي عن تشريف، رضي لي تكليف. رضي الله عنهم ورضوا عنه ده تشريف، شرفنا الله عز وجل بأن رضي عنهم، إنما رضي لي هذا تكليف. إن الله يرضى لكم، واحد أن تعبدوه. الله، يعني إيه أعبد ربنا؟ العبادة عملة لها وجهان: وجه إقامة الشعائر، الائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي، فهي اسم جامع. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الآجال، من الأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والأعمال والنيات الظاهرة والباطنة. فالعبادة اسم جامع لكل اللي يحب ربنا، فهي عملة لها وجهان: إقامة الشعائر عبادة، والانتهاء عن النواهي عبادة، فالصلاة عبادة، وإنك ما تكذبش عبادة. الوجه الثاني إنك تأخذ بالأسباب، عمران الكون. فالعبادة يجمعهم ثلاث كلمات مهمين جدا: التوحيد، توحيد الله، والتزكية، تزكية النفس والمال والغير، والعمران. قال الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فأس الفلاح عبادة، مشرة الطبيب عبادة، قارورة الصيدلاني عبادة، إبرة الخياط عبادة، المحاسب في دفتره عبادة، والطيار في جوه عبادة. فكل عمل نافع دينا ودنيا عبادة. أنت بتعبد ربنا جل وعلا وأنت بتدور على لقمة عيشك. السائق اللي قاعد على الدركسيون بيسوق العربية دلوقتي من أجل لقمة عيشه هو يعبد الله، هو في سبيل الله رب العالمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر راجل قدام الصحابة قوي، عضلات ضخم، فالصحابة بيقولوا لو كان هذا في سبيل الله، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوسع مصطلح في سبيل الله، بيعلم الصحابة تعليما عظيما جديدا هقول لك عليه، لكن بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحرر مصطلح في سبيل الله، فبيقول للصحابة: الراجل ده إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاده صغارا، يعني أولاده وزوجته، فهو في سبيل الله، كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. فربنا بيرضى لكم إنكم تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. احذر من الشرك، احذر من كل أنواع الشرك، شرك أكبر ولا أصغر. ربنا سبحانه وتعالى يقول:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلتر عقيدتك، نقي توحيدك، دائما احذر من الإشراك بالله تبارك وتعالى. الرسالة الثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هو منهج الله، هو القرآن الكريم، حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. ولا تفرقوا، قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نتماسك يا جماعة، نعتصم، الأسرة تبقى متماسكة، العائلات متماسكة، البلاد متماسكة، وبالتالي الوطن يبقى متماسك، لنواجه عدوا يتربص بنا الدوائر. محتاجين ده، ما نمر به في هذا الزمن، ما تمر به بلادنا واقع بالغ التعقيد، أزمات والله غير مسبوقة، تتطلب منا أن نكون يدا واحدة، صفا واحدا خلف قيادتنا، علشان بلادنا تمر وتعدي الأزمات دي. يا رب خذ بيد بلادنا إلى بر الأمان، اللهم آمين. الرسالة الثالثة أن نتناصح. النصيحة يا جماعة بالعون والمساعدة وتقديم المشورة لكل من والله الله الأمر، وولاة الأمر هنا مش لازم يكون هو يعني أكبر حاجة، الملك أو الرئيس، لا، مدير المدرسة ولي أمرها، رب الأسرة ولي أمرها، مدير الشركة ولي أمرها. فكل واحد فينا ينصح اللي حواليه، يبقى لك دور إيجابي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انصح اللي حواليك وانصحهم بما يرضي الله عز وجل، كن أمين في النصيحة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ثلاث رسائل مهمة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرسالة الأولى أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، وأعظم مصطلح إنك تكون عبد لله تبارك وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده. الرسالة الثانية الاعتصام والاتحاد والتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبحبل الله. كن دائما بجوار الله تنجو. أحد العلماء حد بيسأله: ما لربك يرمينا بسهام القدر فتصيبنا؟ قال له: كن بجوار الرامي تنجو. يا جماعة الاتحاد قوة والتفرق ضعف، محتاجين نعتصم بحبل الله ونتحد ونكون يد واحدة على مستوى الأسرة وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى القرية وعلى مستوى بلدنا كلها، لنواجه عدوا يتربص بنا الدوائر في واقع بالغ التعقيد. محتاج مننا نبقى إيد واحدة خلف قيادتنا لنعبر إلى بر الأمان. كمان النصيحة الثالثة أن نتناصح. تنصح اللي حواليك يبقى لك دور إيجابي. ثلاث رسائل عظيمة: فاعبد الله مخلصا له الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا، كن ناصحا أمينا لكل من حولك. اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. خذ بأيدينا إلى بر الأمان، اللهم آمين.